مرحبا. ملخص الأسواق المالية والعالمية. أسعار الذهب ترتفع في تداولاتها عن مستويات 1588 دولار للأونصة مع تراجع الطلب على أسواق الأسهم وارتفاع الطلب على ملاذ الآمن بسبب الأثر الاقتصادي المحتمل من جراء فيروس كورونا. أيضا أشارت شركة أبل بأن بسبب إغلاقات متاجرها في الصين قد تتراجع مبيعاتها في الربع الأول لهذا العام، الأمر الذي جاء أيضا ليضغط سلبا على مؤشر الداو جونز. مقابل الجنيه الاسترليني يتراجع مقابل الدولار إلى دون مستويات 130 بعد بيانات سلبية اقتصادية في بريطانيا، حيث معدلات البطالة جاءت دون تغيير ولكن متوسط الأجور في الساعة يتراجع، مع ترقب أيضا المفاوضات الجديدة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. أيضا أسعار النفط تراجع 1% في الجلسة الآسيوية، وذلك بسبب المخاطر الاقتصادية بسبب فيروس كورونا الذي يؤثر على الطلب العالمي للنفط. الأجندة الاقتصادية غدا ننتظر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة. أشكركم للمتابعة، إلى اللقاء.